وبعدين ابوكي مش هيرضى يطردها بره البيت خالص مهما حاولنا. وبعدين ما تنسيش بقى ان اللي في بطنها دول هيبقوا اخواتك. بسم الله ما شاء الله، ده انت كمان بقيت مصلح اجتماعي وقلبك بقى كبير كبير قوي يا مدحت، قد مصنع بابا بفلوسه. انت عايزه ايه بالظبط يا قلبي؟ انا خلاص ما بقتش عايزه منك حاجه، رميت طوبتك من بدري وبقت جوازه والسلام. انا بس افضل لعناها واكشحها من البيت وساعتها بقى نصفي حساباتنا سوا، لحسن انت حسابك معايا بقى تقيل تقيل قوي يا مدحت، وكل يوم بيتقل عن اللي قبله. الو ازاي يا حبيبتي النهارده؟ الحمد لله يا ماما. كويسه الحمد لله يا ماما. ياه ده انا رحت في النوم خالص. وما خليكي ريحي النهارده، ما تروحيش الكليه. لا يا ماما ازاي، انا ورايا النهارده محاضرات كتير جدا مهمه. خدي لك يومين اجازه لحد ما اعصابك تهدى. ماما الهروب مش هيفيد بحاجه، وحتى لو مشيره عندها كلام تقوله انا جاهزه لها بالرد كويس قوي. تلاقيش عليا يا ماما، روحي انتي الشغل، انا لسه قدامي ساعتين عبال اول محاضره، وهبقى اخد المترو واروح لوحدي. هي دي بنتي حبيبتي اللي انا ربيتها، اعملي اللي انتي عايزاه. ماما. نعم. بقولي ايه رايك نعزم دكتور خالد على الغداء على العشاء حاجه كده؟ يعني ايه السبب يعني؟ ماما دكتور خالد افضله علينا كتير جدا، وعملين حاجات كتير وعلى كلامك يعني انه وحداني وما عندوش حد يطبخ له، وحتى لو عنده حد يطبخ له مش هيكون زي اكل ايديك الحلوين دول، وهو نبقى برضو ردنا له حاجه صغيره من اللي هو عملها معانا. ايوه بس اصل لا مفيش اصل ولا فصل يا ماما. ماما انا ما بقتش حاسه انه غريب عننا، انا بقيت حاسه ان دكتور خالد كانه واحد مننا بالظبط. طب حبيبتي انت فاجئتيني بالموضوع، اديني فرصه افكر بس فيه. لا ماما ما هو بصي يعني يا ريت يعني بلاش تاخدي وقت في التفكير قوي زي عوايدك، يعني احسن اكل كده هيشيط. مين؟ لا بهزر يا ماما بهزر. ايه الاصطلاحات الغريبه بتاعتكم دي؟ شيط وما شيط. صباح الخير يا عم بورع. صباح النور يا ست هاله. عايز حاجه تامور؟ ميرسي. يلا تأمريني بحاجه تانية يا ست الكل. شكرا يا عم بورع. معزيز. نعم يا ست فاتي. نعم. خدي يا ستي الفطار بتاعك. من يد ما نتحرم منها يا ام تامر يا رب. خدي كمان دول. بتوع ايه دول؟ ربنا فرجها عليا فبيفرجها على الكل. ربنا يخلي لك ولادك يا رب وتشوفهم احسن ناس في الدنيا كلها ويفرحك بيهم. يا رب امين. سلام. مش هتحن عليا يا جميل بنظرة أو ابتسامة؟ خصوصاً إنك اليومين دول حلويتي قوي وبقيتي ولا قمر 14. العاشق الولهان.
برافو عليك يا فرح. الجامعه كلها ملهاش سيره غير اللي عملتيه مع ابو شيرة وشريف. بصراحه شريف ده بالذات كان محتاج واحد يديله القلم ده علشان يفوقه ويعرفه ان فلوسه دي ما تقدرش تشتري كل حاجه. يلا يا جماعه دلوقتي المحاضره قربت. بصراحة البت فرح دي عجبتني قوي. طبعا ما هو حدش قدر يكسر مناخير شريف غيرها. خليه يلم نفسه، انا شخصيا هخاف اقف اتكلم معاه من بعد اللي حصل ده، احسن ده بقى شبهة. طبعا انتي بتقولي فيها، احنا المفروض لساننا ما يجيش على لسانهم النهارده ابدا. اتفضل يا استاذ سلام، العقد جاهز ومش ناقص غير على الامضاء. عظيم، سيبوني انا هراجعه حالا. عارف يا استاذ سلامة؟ الاتفاق الجديد اللي احنا عملناه ده جه في الوقت المناسب، هيحل لنا كل مشاكلنا. الحمد لله يا عم مختار، ربنا عالم بالحال. انا ما صدقتش ان شركه كبيره زي دي تطلبنا بالاسم علشان نعمل مطبوعاتها وكل عرب الكرتون لمنتجاتها. وبالرقم ايه؟ الرقم الضخم اللي عرضوه علينا ده، ولولا ان احنا رحنا وقابلنا صاحبها واتفقنا معاه انا ما كنتش صدقت وقلت ان احنا بنحلم. طب تعرف بقى، انا كنت متاكد ان ربنا هيقف جنبنا ومش هيخذلنا ابدا. ده في السوق ما حدش مصدق ان احنا هنمضي العقد ده. شركات اكبر مننا 50 مره كانت بتجري ورا الاتفاقيه دي. لكل مجتهد نصيب وربك ما ينساش حد. المهم حضرتك النهارده تمضي العقد وتاخد شيك التوقيع. انا قلبي مش هيطمن غير لما امسك العقد والشيك في ايديا. لا اطمن، صاحب الشركه ده سمعته في السوق زي البرلنت، كلمته عقد وما بيرجعش فيها ابدا. وعموما يا سيدي انا معادي معاك كمان ساعه، يعني هتطمن قريب قريب قوي. مالك يا استاذ سلام؟ انا قلت حاجه زي اللي حصلت دي هتسعدك وتفرحك قوي. انا فرحان اهو. لا مش باين، انت في حاجه مزعلاك وشغلاك ومضيعه فرحتك. انت لسه بتفكر في موضوع بنت عمك واللي عملته فيك اخر مره؟ انا مش مصدقه نفسي، ما كنتش متخيله ان انت ممكن تقولي الكلام ده. ليه؟ كنت فاكره ان انت هتفضل مكسوف وعمرك ما هتقولي كلمه واحده حالك. اللي انت ما تعرفوش ان انت ممكن تخلي الحجر يبقى. تامر انت بتحبني؟ انا ما عرفتش معنى كلمه حب الا لما عرفتك. انا كمان كنت فاكره اني حبيت قبل كده، لكن اول لما حبيتك عرفت ان الحب اللي حبيته قبل كده ده كان لعب عيال. كلامك ده مخليني حاسس ان انا ملكت الدنيا باللي فيها. تامر انت بطل، بطل بحق وحقيقي، وشرفني اقول ان انت حبيبي قصاد الناس كلها. بس اوعى عينك تزوخ كده ولا كده هخزقهم لك. اوعدك ان عمري ما هوصل لحد غيرك. شيرين انت الانسانه الوحيده اللي حسيت ان انا نفسي ارتبط بيها. شيرين يا حبيبتي مش عاوزه حاجه يا روحي؟ ميرسي يا ماما، بس تامر مش عايز يشرب حاجه. ليه يا تامر يا حبيبي مش عاوز تشرب عندنا حاجه؟ الله، هو انت فاكرنا بخلة ولا ايه؟ على كل حال انا هدخل اعمل لك عصير بنفسي. انا عايز افهم بقى، هي مامتك ما بتديهاش لما حد يجيلك ولا حد تعزمي حد ينوت من زمايلك ولا ايه النظام بالظبط؟ اصل انا مامي فري وبعدين انا طالعه فري زيها. عازميني على العشاء؟ ويا ريت حضرتك تحدد الميعاد اللي يناسبك. يا انت عارفه بقالي قد ايه ما عادش اتعشى في وسط عيله انا بحبها. انت ممكن تعتبر ان بيتنا هو بيتك وتخبط علينا الباب في اي وقت وتقعد معايا انا وولادي، وانا متاكد من كده. طب ممكن اتعشى معاكوا الليله دي؟ اه قوي، بس انا هستاذن ساعه بدري عشان الحق اطبخ. خلاص وانا موافق. على فكره نعم، في حاجه مهمه انا نسيت اقولها لك. خير؟ الحي وافق على الترخيص، يعني ممكن نبتدي البنا من بكره. الف مبروك، وتاكد ان برنامج البنا هيمشي بالساعه وبالدقيقه عشان تستلم المصنع والمجمع السكني في نفس الوقت. انت عارفه يا فاتن ان لما يتم بنا المصنع ده هيبقى اتحقق احلى حلم في حياتي، الحلم اللي انا كنت بحلم بيه وانا لسه طالب في الجامعه، ان كل منتج يتباع على ارض مصر يبقى صناعه مصريه. وصدقيني هو ده الحل لكل مشاكلنا الاقتصاديه. يا ريت كل الناس زيك. انا متشكر قوي. اتفضلي يا ست. ايه ده؟ انت نسيتي النهارده اول الشهر ولا ايه؟ ده مرتبك مخصوم منه جزء صغير من المبلغ اللي احنا صرفناهولك اول ما اشتغلتي معانا.
حبيت اديلك المرتب بنفسي بدل ما تنزلي تختيم الحسابات. ميرسي قوي على ذوقك ورقتك. قولي بقى تحب تاكل ايه؟ ممكن ملوخيه بالفراخ. قوي بتحب البط؟ بحب البط. طب انا هعملك ملوخيه بالبط وجربها. وانا متاكد انها هتعجبني جدا. اهدي يا جمانة مش هيك؟ خلاص انا بلشت جن من وقت ما جيت من باريس. كل مشكل وإلى حلال. قولي لي شو الحل؟ انا خلص ما بقى فيه فكر. رحت اكثر من 10 بيوت ازياء وكلهم رفضوا اني اشتغل معهم وقالوا لي اياها بوجهي بدون حياه لاني خلاص كبرت بالسن وما عاد انفع اشتغل موديل. انا كبرت؟ انا بعدني بعز شبابي. بس انت بتعرفي منيح يا جمانة انه عمر عرضت الازياء قصير. لا انا حاسه ان القصه فيها شيء منه طبيعي. انا الحديت السنه الماضيه نص بيوت الازياء في باريس ولندن وامريكا بيبوسوا ايدي تشتغل معها. اكيد مدام صوفي صاحبه بيت الازياء اللي كنت بشتغل عندها وتركتها ورا هيدا اللي بيحصل. هيدي ست سماويه وعلاقاتها كبيره بكل بيوت الازياء الثانيه. منه بعيد علي يكون عملت هيك فعلا، وخصوصي انك انت بهدلتيها قدام الموظفين وتركتيها بعز الموسم وبهدلتيها قدام عرضات الازياء. بس أنا ما رح أسكت وبعرف كيف ردلها الساعة ساعين. مبروك التلفزيون والكاسيت كمان. الله يبارك فيك يا عم أحمد. بيني وبينك أنا كنت بزهق من قعدتي لوحدي طول الليل. قلت حاجة تونسني. والخطوة الجاية بقى إن شاء الله هجيب ترابيزة سفرة وكراسيها نقعد ناكل عليها بدل القعدة اللي هنا دي. يا ابني أنت تستحق كل خير. ربنا يخليك. تعرف العقد اللي مضيته ده انقذني من الافلاس، كاني ربنا سبحانه وتعالى بعتهولي في الوقت المناسب. مش انا قلت لك يا ابني كرم ربنا كبير؟ ياما كان نفسي اجري على طنط فاتن واوريها الشيك والعقد. لا يا ابني اتقل امال واحده واحده. استنى لما نشوف التلفزيون فيه ايه. ايوه. ها ايه رايك بقى؟ يا ده انا بقالي سنين ما اتفرجتش على التلفزيون. يا سلام، التلفزيون وصاحب التلفزيون تحت امرك يا راجل. عايش يا ابني. اما انا جايب لك بقى معايا شويه كباب وكفته هتاكل صوابعك كده. ابدا عن التعب بقى. لا تعب ولا حاجه، انا قلت نحتفل سوا ولا ايه؟ وما تخافش، وصيت الراجل ما يحطش شطه في السلطه، عارف انك ما تستحملهاش. يلا يلا، الف هنا في شفتك. ايه اخبار فرح؟ الله، ريحه الملوخيه تجنن يا ماما. ده دكتور خالد هاكل صوابعه وراها. الف هنا وشفا حبيبتي، الف هنا وشفا. ايه اللي انت عاملاه في روحك ده؟ انت لابسه قصير كده ليه؟ وايه المكياج ده؟ وايه الكبه اللي على دماغك دي؟ معلش يا ماما بقى النهارده سماح، ده دكتور خالد جاي الرجلاشه كلها. برضه رجلاشه ومهواشه. انت عارفه ان هو صعب عليا جدا لما قال لي انه نفسه ياكل ملوخيه وبقاله سنين ما قعدش في وسط عيله ولما. يا عيني. لا بس من هنا ورايح ما يشيلش هم ابدا، كل يوم من ده، بس على الله بقى ما يكسفش مننا. انت بقى بيقولي له النهارده الكلام ده؟ اقول له ايه؟ اذا كنت انا مكسوفه ان انا عزمته على العشاء النهارده، كان لازم استنى جدك لما يرجع عشان يبقى في راجل في البيت. ليه يا ماما؟ يعني دكتور خالد ما بقاش غريب، وبعدين يعني تامر مش عاجبك يعني مش راجل يعني؟ طبعا راجل. وبعدين على الاقل نرد له شويه من جمايله علينا يا ماما، ده كفايه المرتب اللي اداهولك دول 3000 جنيه يا ماما يحلوا لنا كل مشاكلنا. يا ريتك كنت اشتغلتي معاه من زمان. انا عايزه اقول لك ان انا لما فتحت الظرف ما كنتش مصدقه نفسي. 3000 جنيه ليه؟ انت مستكتراهم ولا ايه يا ماما؟ اوعي تقولي له كده. لا انا بس كنت عايزه اكلمه في الموضوع، انا عملت ايه عشان يديني 3000 جنيه؟ لا ازاي بقى يا ماما؟ ماما انت خبرتك تستاهل اكتر من كده بكتير. وبعدين بصراحه بقى دكتور خالد ده شكله ضحك عليكي. انا ضحك عليا انا في ايه؟ كان المفروض يديكي مكافاه شهر ولا اتنين على رسومات والتصميمات التحفه اللي عملتيها للمجمع الاسكاني دي. هو ايه بقى بلاش. انت اتجننتي يا بنت انت اتجننتي. طب ماما احنا هنفضل واقفين نتكلم كده؟ فاضل نص ساعه ودكتور خالد يجي. هو قال انه هيجي الساعه 10 بالظبط. هتستقبليه بالبيجامه؟ يا حبيبتي انا عامله مكياج وعامله شعري، هغير هدومي بس. روحي خلي اخوكي يجهز. حاضر، ده انا هلبسه بنفسي. اتفضلي. ايه الكوبه اللي عاملاها لي على دماغها دي؟ الورق ده ناقص. اندهي لي الاستاذ عاصم مدير المالي. ده الموظفين كلهم مشوا يا دكتور خالد. مشوا ازاي؟ مشوا في ميعادهم يا فندم. ياه، دي الساعة فاتت 10 وأنا ورايا معاد. أنا آسف إن أنا أخرتك لغاية دلوقتي. لا أبداً يا دكتور. طب اتفضلي حضرتك روحي وأنا دقايق كده وماشي. بعد إذن حضرتك. اتفضلي. لما لو
اجيب لحضرتك العشاء دلوقتي؟ ما بدي اتبقى اتهلا، روحي من خالتي انا هاني طايق حالي. الو خالد خير؟ شو في؟ لوجي؟ لا هي بوضتها بدها تحكي معك. لا لما هي بدها تحكي معك بتبقى تلفن لك، هيدا اذا كانت بدها تحكي معك. يا ماما ده كان انه هيجي الساعه 10، ساعه دلوقتي بقت 11. انا مش عارف بس ايه اللي اخره، ده دكتور خالد مظبوط في مواعيده. يمكن مش جاي. لا على الاقل كان اعتذر. انا بحاول اتصل بيه في البيت وفي الموبايل، البيت قالوا لي ما روحش، وفي الموبايل والمكتب ما حدش بيرد. طب ما تتصلي بيه تاني يا ماما، يمكن يكون انشغل في ميعاد شغل بره الشركه ولا حاجه ونسي الميعاد هنا. لا 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 نسي دي ما اظنش ابدا انه ممكن ينسى، لكن هجربه على الموبايل تاني. حاضر. برضه الموبايل بتاعه ما بيردش، انا ابتديت اقلق. انا كمان ابتديت اقلق قوي يا ماما. طب بقول لك ايه يا ماما؟ نعم. ما تتصلي بالاستاذ نظمي مدير اعماله ده وتشوفي منه ايه اللي حصل. والله فكره. دكتور خالد، دكتور خالد، دكتور خالد. ايه نقلته المستشفى؟ حالته خطيره. يا ساتر يا رب. تحب اجي لك دلوقتي على طول؟ طب من فضلك تطمني عليه اول باول. شكرا يا استاذ نصب، مع السلامه. خير يا ماما؟ دكتور خالد مال؟ نقلوه المستشفى ليه يا ماما؟ جات له كومة سكر. كومة سكر؟ هو الدكتور خالد عنده سكر؟ انا ما اعرفش. الاستاذ نصبي دخل عليه المكتب لقاه مرمي في الارض وطلب الاسعاف ونقلوه على المستشفى في الانتنسيف كير. انتنسيف كير؟ سكره 600، دي حالته خطيره جدا. ماما احنا لازم نروح المستشفى دلوقتي حالا. ما انت سامعاني بقول له، اذا كان عايزني هيكلمني في التليفون، هو وعدني بكده. يا فاتن اهدي بس. طيب ما دام قلقان عليه قوي كده، اول ما تصحي الصبح البسي وانزلي روحي له اطمني عليه. طيب يلا تصبح على خير. الف حمد لله على سلامتك. الله يسلمك. انا اسف عملت لك وزعك. ما تقولش كده يا دكتور، حضرتك ما تعرفش خضتنا عليك امبارح كانت عامله ازاي. بس الحمد لله انك ما طولتش في الانتنسيف كير، وانك طلعت على طول بعد ما ظبطوا لك السكر. هو في ايه؟ هو حضرتك عندك سكر عالي قوي كده؟ ولا كان عمري عندي سكر ولا اشتكيت منه. من ازاي يعني حصل اللي حصل ده؟ دكتور بيقول ان حضرتك اكيد اتوترت او سمعت كلام ضايق. ايه بس اللي سمعته ضايق بالشكل ده؟ لا الحمد لله قدر بلطف. اهم حاجه دلوقتي انك تظبط السكر علشان ما يتعبكش. انا على فكره مدين لك بحياتي. دولار انك بلغتي الاستاذ نظم. محدش عارف كان حصل لي ايه دلوقتي الصبح. مش ماما بس يا دكتور، انا كمان اللي قلت لها تتصل باستاذ نظم عشان نطمن على حضرتك. الله يكتر خيرك يا فرح. يلا بينا احنا بقى عشان نسيبها بقى تستريح. ماما ما تخلينا قاعدين مع دكتور خالد شويه. حبيبتي لازم استريح. طب ما هنقعد مش هنتكلم خالص عشان هو ما يتعبش. يا بنتي الراجل تعبان. يلا استاذ ناصر.
ممكن ما تخليش موظفين كتير يجوا يزوروا الدكتور خالد وهو عيان عشان ما يكلمش كتير ويتعب من استقبال الناس. حاضر يا فرح، انا فعلا عامل حسابي. دي تالت مرة نعمل فيها التحليل، وسبق قبل كده وعملنا موجات صوتية وأشعة بالصبغة وكلها أكدت نفس النتيجة اللي وصلنا لها أول مرة. يعني مدام وصال، الرحم عندك طفولي، حجمه صغير جدا، ما يسعش لحدوث أي حمل، حتى الحمل بالأنابيب برضو مستحيل زي ما سبق قلت لحضرتك لنفس السبب. طب أنا ما عنديش مشكلة، أنا ممكن أسافر أتعالج بره. للأسف يا مدام، حالتك دي بالذات ملهاش أي علاج. غير كل الستات يعني، أنا بالذات اللي حالتي ملهاش علاج؟ ملهاش أي علاج، لا في مصر ولا بره. حبيبتي اهدي عشان خاطري، اهدي عشان خاطري يا وصال، ضروري في حل يا حبيبتي. عملت كل التحاليل والفحوصات، أكبر دكاترة قالوا نفس الكلام. أنا مش عارفة رياض هيقبل ده إزاي. يعني إيه رياض يقبل؟ رياض مش من حقه إن هو يرفض ولا يقبل. الذنب مش ذنبك إنك أنت ما بتخلفيش يا حبيبتي، دي حاجة في إيد ربنا، إحنا ملناش يد فيها خالص. كنت مستعجلة قوي على الجواز عشان أخلف. قالوا أنا صغيرة كنت بقعد أعيط لهم، أقول لهم نفسي يبقى عندي إخوات يلعبوا معايا. قالوا لي ما هو أنت حبيبتي بكرة هتكبري وتخلفي وولادك يبقوا زي اخواتك. ما كان عندي اخوات ولا هيبقى عندي ولاد. اخزى عليكي يعني، انا بقى مش اختك وولادي دولت مش ولادك؟ ها لازم تقولي لرياض، لازم. مش هقدر، مش هقدر. يعني ايه مش هقدر؟ هو الوحيد اللي ممكن يخفف عنك ويشيل عنك ويقدر موقفك. هيتجوز عليا واحدة تخلف له، أنا عارفة. لا لا لا، رياض مش كده أبداً، رياض بيحبك. يا حبيبتي الحب ملوش علاقة، من حقه إنه يعوز إنه يبقى أب، الحب ملوش علاقة. بصي، حتى لو خبيتي عنه ده مش حل، هو لازم يعرف، لازم يعرف. واستهدي بقى كده بالله واسمعي كلام اختك. ها، صلي على النبي واهدي وصدقيني الحل انك تقولي له عشان خاطري. يا رب تفضلي. اقدم لك وصال صديقة عمري، ضروري انتوا تعرفتوا على بعض قبل كده. طبعا، اهلا وسهلا. اهلا بك. لا، هو انا جيت في وقت غير مناسب ولا ايه؟ لا لا لا، اتفضلي. ايه شنطة هدومك دي، رايحة فين؟ انا اصلي رايحة اقعد عند ماما في حلوان. الله، وابنك ومدرسته؟ ما انا هقدم له في مدرسة في حلوان. انا مش فاهمة حاجة، ليه؟ ماما صممت ان انا اروح اقعد عندها عشان انت عارفه بقى كلام الناس. ماله كلام الناس؟ انت نسيتي يا فاتن ان انا بقيت ست مطلقه. وايه يعني ان انت اتطلقتي؟ ايه المشكله؟ ايه المشكله؟ المشكله بقت كبيره جدا، كل حاجه اتغيرت من حواليا يا فاتن. ايوه بس انت عندك اولاد يا زيزي، بتطلقي ليه؟ اتطلقت ليه؟ دي قصه طويله قوي. المهم دلوقتي ان نظره الناس ومعاملتهم ليا اتغيرت تماما. انا مش عاجبني الكلام اللي انت بتقوليه يا زيزي خالص. بس هي دي الحقيقه يا فاتن. لا، المشكله مش في الناس، المشكله فيكي انت. في انا؟ ايوه، انت لازم يكون عندك ثقه في نفسك، لازم تعرفي تواجهي المجتمع والناس. انت مش عيله صغيره علشان امك تقولك مش لازم تقعدي لوحدك، طالما انك انت ما بتعمليش حاجه غلط. انا مش عارفه اعمل ايه يا فاتن. المهم انا لازم انزل دلوقتي علشان ماما وجمال مستنيني تحت، بس من فضلك تبقي تستلمي فواتير الغاز والكهرباء وانا هبقى اتصل واطمن عليكي. انت نسيتي يا فاتن ان انا بقيت ست مطلقه؟ وايه يعني ان انت اتطلقتي؟ ايه المشكله؟ ايه المشكله؟ المشكله بقت كبيره جدا،
كل حاجة اتغيرت من حواليا يا فاتن. وصال 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 وصال، مالك في ايه؟ بقالك يومين كده، ما انت زي عوايدك دايما سرحانه وما انتش معايا، وزي ما تكون الهموم ملياكي. ولا هموم ملياني ولا ولا حاجه، انا زي ما انا كويسه الحمد لله. في ايه لو صاي؟ افتحي لي قلبك طمنيني، في ايه؟ انت مالك كده بقيت لحوح فجاه؟ عشان نطمن عليه خالص، بس مش هوصيك، بعد ما تخرج المستشفى نظام حياتك كله لازم يتغير. يتغير ازاي يا دكتور؟ المجهود اللي بتعمله لازم يقل، وتخف الاعباء اللي عليك، واهم حاجه ممنوع الانفعال تماما. ده غير نظام غذائي خاص لازم تمشي عليه عشان اللي حصل لك ده ما يتكررش. يا غيبوبه السكر ممكن تتكرر؟ انا مش هخبي عليك، اللي حصل ده علامه مش كويسه، وممكن يتكرر بصوره اسوء، عشان كده تاخد بالك من صحتك. أنا عاوز قياس السكر يبقى كل 8 ساعات، وترد عليا أول بأول. أمرك يا دكتور. بعد إذنك. في إيه بقى يا دكتور؟ مش هتضايق نفسك ولا إيه؟ هما الدكاترة لازم يقولوا الكلام ده ويبالغوا عشان المريض ياخد باله من نفسه. أديك قلتها يا نظم. المريض. ألو. أيوة يا جمان. أيوة في إيه؟ انت بتقول ايه؟ مالها لوجي؟ طيب طيب انا للادي حبق بيروت. باي. خير يا دكتور؟ في ايه؟ بنتي وهي بتلعب في المدرسه عورت دماغها وكسرت ايدها. ان شاء الله تبقى كويسه وتبقى في سلامه، ما تقلقش حضرتك. انا لازم باي طريقه ابقى بيروت للادي. ايوه يا دكتور، بس ده انت صحتك ما تسمعش خالص. ما تضيعش وقت، روح ادفع حساب المستشفى وشوف لي تذكرة على أول طيارة طالعة لبنان. حاضر. ايوه يا استاذ نظمي، من فضلك تطمني على الدكتور خالد هو وبنته اول ما تعرف اي اخبار. متشكره، مع السلامه. بنته ايدها اتكسرت واضطر يروح لبنان فورا. ماما، هو دكتور خالد متجوز؟ انت ازاي تروحي له المستشفى من غير ما تقولي لي؟ ابدا يا ماما، انا طلعت من الكليه وقلت عادي ابص عليه بسرعه في المستشفى، وبعدين حضرتك كنت في المكتب ومعاكيش موبايل عشان اقول لك. عن إذنك يا ماما.
ايه في خير كده يعني؟ ليه داخله مبوزها كده؟ انا عارفه يا اخويا مالها. متجوز؟ سألت أخوها قال لي مش عارف مالها، بس أنا عارفة مالها وعارفة ليه راحت لخالد في المستشفى من غير ما تقولي. ليه؟ ابتدت تتعلق بيه بدل أبوها اللي راح منها وهي صغيرة. طب وده يضايقك في إيه يا فاتن؟ أنا مش متضايقة، أنا خايفة عليها، ده مهما كان راجل غريب. آه غريب، بس أنا يتهيألي الغربة ما يعملوش اللي خالد بيعمله معاك. ثم إن هو لو راجل غريب تعزميه بيتك ليه على العشاء؟ من امتى بتدخلي رجاله بيتك بعد المرحوم؟ انا بحاول ارد جمايله، انا بحس ان هو طول الوقت بيحاول يساعدني انا واولادي. خلاص يبقى مش غريب. قصدك ايه؟ قصدي ان وجود خالد في حياتكم دلوقتي بقى ضروره حتميه. انا شايفه ان بنتك متعلقه بيك اب بديل ودي مش مشكله ابدا. برضه يا وصال انا خايفه عليها جدا. يا ابني ماليش لزوم تعبك ده. يا سيدي ولا تعب ولا حاجه، وبعدين مش قلت لك 100 مره بلاش كلام اللي يزعل ده؟ انا ماليش في الدنيا حد غيرك دلوقتي. ولا اقول ايه، ما انا كمان مقطوع من الشجره، محدش بيسال عني، يمكن ربنا بعتك ليا عشان تونسني. طب اشرب الشاي، وبعدين الجاتوه اللي في طبقك ده كله يتاكل، ما تعملش زي المره اللي فاتت. يا ابني اصل انا مش واخد على الحاجات دي، انا بقالي سنين ما اكلتش الحاجات دي. طب قول لي الهدوم اللي جبتها لك جت مقاسك؟ ايوه، بس انا هعمل بيها ايه؟ هتعيق بيها قدام مين؟ قدام نفسك. طب ايه رايك بقى ان انا يوم الجمعه الجايه انا واخدك كده وانت متانتك ولابس على سنجه 10 واخدك ونتفسح بره؟ ما انا لو نزلت مش هقدر اطلع السلم. يا سيدي مالكش دعوه، لو رسيت هشيلك على كتافي. يا سلام يا اولاد، ده الدنيا لسه فيها خير برضه. طول عمرها بخير يا عم احمد. قول لي مش ناقصك حاجه؟ هو انت مخليني ناقصني حاجه؟ حتى المفتاح بتاع الاوضه بتديهولي وتقول لي خش اتفرج على التلفزيون وقت ما تحب. ولو ان شقه السطوح دي ما بقتش تناسبك، انت لازم تاخد لك شقة في حي كويس، في عمارة كويسة تناسبك. ليه تبخل على نفسك؟ لا يا عم احمد، انا الفلوس اللي معايا دي ما اقدرش اتصرف فيها. يا ابني دي تعبك وشقاك. ولو بلاش نتكلم في الموضوع ده دلوقتي، خليه بعدين. انا كفاية عليا الرفاهية اللي بجيبها هنا. انا لو طالب من ربنا حاجة فهي حاجة واحدة بس، ادعي لي يا عم احمد انه يحققها لي يا رب. لوجي فين؟ بالأوضة فوق. لوجي، لوجي حبيبتي سلامتك. الله يسلمك يا بابي. أنت كويسة حبيبتي سليمة؟ أنا كويسة يا بابي. الله، أمال والدتك قالت لك إيه؟ الحمد لله على السلامة. هو إيه اللي حصل يا جمان؟ بنتك بخير، ما بيها شيء. أنا متأسفة اضطريت أقول لك هيك مشان تيجي على بيروت بسرعة. أنا مش فاهم أي حاجة. ارتاح هلا، بعدك جاي من السفر تعبان، بكرة الصبح بشرح لك كل شيء. يعني إيه يعني؟ عايزة تفتحي بيت أزياء في باريس باسمك؟ بيكفيني شغلي كموديل لحد هلا. بدي بيت أزياء يحمل اسمي، تصمم فيه أحدث خطوط الموضة. وهيدا ما بيمنع بين وقت والتاني بشارك بعروض الأزياء. شو؟ ما سمعت ردك. ردي؟ بقى جايباني على ملا وشي بعد ما رعبتيني عشان تقولي لي عاوزه تفتحي بيت ازياء في باريس باسمك؟ انا عملت دراسه للمشروع ولقيت انه منشان افتح دار ازياء معقول بده يكلفني 3 ملايين دولار كبدايه. انا بقدر اتصرف بنصها. انت متخيله ايه؟ ان انا ممكن امول حاجه زي دي؟ يبقى بتحلمي. نجوم السماء اقرب لك، مش كفايه الفلوس اللي انت خدتيها مني يوم ما اتطلقنا؟ ما تتسرع برفتك يا دكتور، ما في شيء ببلاش، واللي بدي اعطيك اياه انا واثقه انه حقه اكبر بكتير عندك من يلي انا بدي اياه. لا لا لا، ده كان زمان يا جمانة. انت ما عندكيش حاجه دلوقتي لها اي قيمه عندي. ولا حتى بنتك؟ لوجي؟ قصدك هتركها تعيش معك بمصر. انت بتعرف ان القانون ما بيسمح لي اتنازل عن حضانتها، بس انا مستعده اعطيك اي ضمانات بدك اياهم منشان تضمني مش رح طالب بحضانتها مره تانية. ايه
شو؟ ما سمعت ردك. حسك فاجئتيني. كنت مفكرة أنها بدها تكون أحلى مفاجأة، وأن حبك لبنتك ورغبتك أنها تعيش معك أغلى من كنوز الدنيا كلها، بالأخص أن أنا اللي طلبته منك ما بيجي شي من هالملايين اللي عندك هني. متأكدة من اللي انت بتقوليه ده؟ وهي دي مسألة فيها هزار، أنا شايفة الموضوع بعيني في المجلة وهو بيتجهز للطبع، وفي صور منظور هو مقبوض عليه متلبس بالرشوة صوت وصورة، يعني القضية المرة دي لابساه مستحيل يطلع منها. لما سألت زميلنا اللي كتب الموضوع عرفت منه أن منظور كان محطوط تحت المراقبة من يوم ما أفرجوا عنه في القضية بتاعتك. مش بس كده، كمان رجوعه لنفس مكان شغله في نفس الإدارة كان مقصود عشان يمسكوه متلبس. ده أحلى خبر سمعته في حياتي. شفت يا وصال؟ شفت إيه؟ هو أنا حياتي هتبقى منظور؟ أنا زهقت من المواضيع دي خلاص، ولا أنت ناوية ترجع الشغل تاني بعد ما مشي؟ لا أنا ما بفكرش في كده، بالعكس أنا ما أقدرش أسيب الدكتور خالد، خصوصا إن إحنا رمينا الأساسات. بصرف النظر عن الأساسات هو بيدفع لك كويس. المسألة مش مسألة مرتب بس. أمال مسألة إيه؟ عند إذنكم. هي وصال مالها النهاردة؟ ردودها عنيفة قوي، شكلها مش طبيعي. يمكن عصبية شوية، عندها مشكلة ولا حاجة. طب تعالي نشوف مالها. يلا. امال فين وصال يا دادا؟ في الأوضة فوق بتشوف رنا. انت ايه اللي عملتيه ده؟ ايه البهدلة اللي بهدلتيها في الأوضة دي؟ مش شبه تخلي بالك؟ ده انت بهدلتي الدنيا خالص، الأوضة دي مش هتدخليها تاني، خلاص هتتقفل بالمفتاح، انت فاهمة ولا لا؟ فهيمة! فهيمة! ايه اللي انت بتعمليه ده؟ في ايه؟ ايه عملت ايه؟ اسيب بيتشي يتبهدل؟ متخضيش يا حبيبتي. أنا آسفة جدا على بهدلة بيتك، أوعدك إن ده مش هيتكرر تاني، عن إذنك. نجلة استني! ايه اللي انت بتعمليه؟ في ايه؟ في ايه يعني ايه؟ هي امها المفروض تفهمها الصح من الغلط بدل ما تزعل، ولا هم عايزين يخلفوا منظره. ايه اللي جرالك النهارده؟ انت مش طبيعيه نجله. دي كارثه، مصيبه، كل حاجه اتطربقت فوق دماغي. المشروع وقف خلاص، المشروع وقف لان مفيش فلوس، مفيش سيوله تكمل المشروع او حتى تكمل بقيه المباني. اهدى يا كمال. اهدى ازاي؟ اهدى ازاي ومفيش ولا بنك راضي يكمل بقيه تمويل المشروع؟ والمشروع ده لو ما كملش كل الفلوس اللي اتحطت فيها تطير في الهواء، وبكده يبقى كل راس مالي ضاع وبيتي اتخرب. لا مش بيتي اتخرب وبس، ده انا ممكن كمان اروح في 60 داهيه. كل البنوك هتيجي تحجز على كل اموالي وممتلكاتي، ولما مش هيلاقوا اللي يسدد بقيه القروض عارفه هيعملوا فيها ايه؟ هيحبسوني، هيسجنوني. فاهمه يعني ايه هيسجنوني؟ للدرجه دي؟ مصيبه وحطت فوق دماغي، مصيبه ومش عارف اعمل فيها ايه. ما تعملش في نفسك كده يا ابني، كل مشكلة وليها حل. انت عايز مني ايه؟ ما تسيبني في حالي، هو انا ناقصك؟ كتر خيرك يا ابني، انا اسف اذا كنت ضايقتك، انا هريحك مني، مش هعتب باب بيتك تاني ابدا. استنى يا بابا، استنى يا بابا، انت ازاي تعامل بابا بالشكل ده؟ وانا عملت له حاجة؟ انت لازم تخرج تعتذر له فورا. اعتذر له على ايه وانا غلطت فيه؟ كمان ان ما خرجتش تعتذر له فورا انا همشي معاه. انت بتهدديني يا ناديه؟ طب بالسلامه، مع الف سلامه. كده يا كمال دي اخرتها؟ طيب
لا تنسوا الاشتراك في قناة شوف دراما ليصلكم كل جديدنا.